أدنى أحد علمائنا حقيقة تاريخنا مجموعة من المآسي حقيقة اللي خلفها الحكام الظالمون وخلفتها المجتمعات المتخلفة. أدنى واحد من كبار فقهائنا فخر المحققين عالم ابن العلامة الحلي، العلامة الحلي اللي تشيع إيران كان على يديه، يعني جزء من تشيع إيران، فخر المحققين ابنه، هذا كان نابغة كاتبين في أحواله بلغ الاجتهاد وعمره 10 أعوام نبوغ. ما عندنا الآن نبوغ، واحد يصير رياضي كبير وعمره 10 أعوام، واحد عمره 10 أعوام وفي مقاعد الجامعة، أكو الآن نبوغ بعد. هذا عطاؤنا، عطاء الله، نابغة كان. العلامة الحلي هواي كان يهتم بهذا ابنه فخر المحققين، العلامة الحلي رحمة الله عليه، هواي كان يهتم به ويعظمه ويمجده، لأن حقيقة كان أهل. عند بعض الاستدلالات في الفقه اللي أعظم الفقهاء لازم مدة يفكرون حتى يفهمون شنو يقول هذا الفقيه فخر المحققين. المهم بعد وفاة والده حاربوه، منو حاربه؟ الجهلة، الجهلة، الجهلة من المتدينين اللي هم مو متدينين في الحقيقة. هذا تدين أنه واحد يحارب مؤمنا؟ على كل حال حاربوه واتهموه وأشاعوا ضده الإشاعات الكاذبة وضيقوا عليه الخناق، بالنتيجة فخر المحققين شاف بعد ما يقدر يعيش. يقول في ليلة من الليالي هو فخر المحققين: رأيت أبي العلامة الحلي في المنام، فتقدمت نحوه وعانقته مضمون القضية وأخذت أبكي في المنام. فجاء العلامة واحتضنني وقال: مما تبكي يا بني؟ قلت أنه هالشكل دا يسوون بي اتهامات، إشاعات، أكاذيب، تهم باطلة. فسلاني في المنام وقال: اصبر. بالنتيجة مشاهد ما يقدر يعيش في المدينة، طلع راح بالصحراء حقيقة. هذا مثل أنه عالم مخترع مكتشف يضيقون عليه الخلاء يبعدوا للصحراء. وبقي هنالك مدة، في يوم من الأيام جاء هنالك سبع وأكل فخر المحققين راح. هذا العالم اللي كان لازم يخدم المجتمع الشكل يسوون فيه هكذا. ولذلك يسمى الشيخ السعيد، اسم التاريخي، عندنا الشهيد وعندنا السعيد، لأن الحيوان المفترس اجا واكل راح، ما ادري الى قبر ما الى قبر، قاعدة ما الى قبر، اللي ياكل الحيوان المفترس وين قبره؟ قبره في بطون الحيوانات المفترسة. هذا عندما ماكو امان اجتماعي معنوي، الافراد يحطمون، الطاقات تحطم، العاملون يتجمدون، العلماء يتجمدون، والخاسر من هو؟ الناس في دينهم ودنياهم هم الخاسرين.